السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كي بقيتو؟ كي درتو مع هاد الصهد؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله جيت نشارككم هاد الطويجن. هذا طويجن ديال الدجاج بالسفرجل. نتمنىكم ان شاء الله تجربوه، وكيستحق التجربه ان شاء الله. والفيديو ان شاء الله، هاد الفيديو اليوم غادي نشارككم الطريقه كيفاش ان شاء الله تحافظوا، يعني تحافظوا على السفرجل. راكم عارفين الوقت ديالو كيكون غير واحد الوقت قصير، وانا جبت لكم الطريقه كيفاش ان شاء الله تحافظوا على السفرجل تتوجدوه وكتحافظوا عليه في المجمد ويبقى لكم مده طويله ان شاء الله الرحمن الرحيم. بقاو معايا. بالنسبه للمقادير البنات، هنايا عندي تقريبا واحد 400 غرام ديال الدجاج. بالنسبه لكم نتوما راكم كديروا يعني الكميه الدجاج وكميه السفرجل غادي تكون على حسب الكميات، على حسب العدد الافراد ديالكم. هنا انا اختاريت هذيك هاد لي بيلون، هاد الفخيضات النص ديالهم ما كياخذوش وقت ديال يعني في الوقت ديال الطياب، هي كيوجدوا. وهنا عندي واحد شويه ديال المعدنوس، هي شي شويه ديال المعدنوس. هنايا عندي بصله مدواور هكا دي غونديل دويورات. وبالنسبه للعطريه عندي هنايا الخرقوم، وعندي البزار، وعندي سكينجبير، وعندي هنايا شي شويه طريطقه ديال الزعفران الملون باش الطاجين ديالنا ما يجيش ابيض، راكم عارفين الدجاج. وهنايا شويه ديال الملحه، وعندي هنايا ضريس ديال الثوم، هذه غنحكها على الدجاج. هاد الشيء بالنسبه للطاجين ديال الدجاج كيفاش غادي. وعندي بطبيعه الحال هنايا عندي واحد شويه ديال زيت العود، هنايا واحد الخويط غادي ندير، ما عنديش بزاف. بالنسبه لهنايا السفرجل ديالي، ها هو عندي هنايا، هذا غادي نقطعو غادي نسلقو، غادي ندير له واحد نص حامضه باش داك اللوين ديالو كيرجع زوين. وبالنسبه للتعسال ديالو عندي هنايا معلقه الزبده ومعلقه د القرفه، وعندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الزبيب. بعدا تترمي ان شاء الله السفرجل ديالي على الدجاج عاد كنديرها. وهذا العويد هذا ديال القرفه، هذا فاش غادي نسلق الزبيب ديالي غادي نرميه معاه، يعني مع الزبيب هذا ملي غنبغي نسلقو. وهنايا عندي هنايا واحد المعلقه ديال العسل باش غادي ان شاء الله نعسل السفرجل ديالي. وطبيعه الحال هنا مليحه فين غنسلقو السفرجل ديالنا. وضروري الطاجين، ضروري الطاجين، هذا الطاجين ضروري فين غادي ان شاء الله نصبوا هذا الدجاج ديالنا. بقاو معايا باش ندوزوا ان شاء الله لباقي المراحل. هنايا بالنسبه للبصله ديالنا غادي ان شاء الله نديرها، انا درتها في الطاجين ديك البصيله، كاينه بصيله وحده. وبالنسبه لهاد العطريه هذه غادي نديرها ان شاء الله على هاد الدجاج ان شاء الله، باش غادي ندخل فيه ديك العطريه، غادي ان شاء الله ندخل فيه هاد العطريه هادي. غادي نشرملو مزيان، غادي ندخل فيه الشرموله هكا مزيان. بطبيعة الحال اللي عندها الوقيت راكم لا لحم ولا دجاج، راه حنا كن دائما فاش كنشرملو هاد اللحم ولا الدجاج كنعطيوه واحد الوقت ان شاء الله باش كيشرب ديك العطريه، وهذا باش كتدخلو الشرموله مزيان. هنا ان شاء الله غادي ندوز باش نحك داك هاد الضريس ديال الثومه، غادي نحكو على الدجاج ديالي ونرجع معكم. هنا البنات انا درت ديك التويمه ديالي، انا حكيتها هنايا ان شاء الله. انا شرملت هاد الدجاج هذا مزيان، سمحوا لي البنات. عاده انا هكا في هاد الشرميله هكا كندير الليقات، ولكن لقيتهم تسالاو لي سمحوا لي كنخدم يدي. ان شاء الله دابا غادي نرجعو نجيو لهنايا باش نستفو هاد الدجاج ديالنا هكا.
البنات بالنسبه لي ما كتبغيش الجلده، تقدروا تزولوا الجلده. المهم الدجاج راه كيبقى كل واحد وكيفاش كيفاش كي يصوبو كيفاش كينقيه وكيفاش. المهم غادي نستفو هذا الدجاج ديالنا ان شاء الله. الاستفاره راه كتبقى على حساب كل واحد فيكم كيفاش كيبغي يستف الطويجن ديالو. المهم انا جيت نشارككم هذا الطويجن هذا الخفيف والظريف. انا من عشاق السفرجل، واحد الخضره اللي كتعجبني، وفي هذه الوقيته هذه انا كنبروفيتي باش يعني كنوجدو كنسلقو كنسلقو تنجيب كميه كثيره وكنسلقو ندير له نص سلقه وكنخبعو كنكونجليه، وفي الوقت اللي كنبغيه كنزولو. هنايا ان شاء الله هذه المرحله هذه غادي ان شاء الله الماء نقدر ندير واحد الربع كاس ديال الماء، ما غاديش ندير الماء بزاف باش ما يجينيش الطاجين فيه الماء بزاف. غادي نبقى عيني ميزاني، راكم عارفين كلشي عارف الطريقه ديال الطياب ديال الطاجين. هنايا غادي ندير خويط هكا، خويط ديال زيت العود هكا، خويط صافي. ان شاء الله هنا غادي نرد الطاجين ديالي فوق البوطه طبيعة الحال، على كيف الاول كتجهدوا البوطه ومنين كيبقى يتقلى كتنقصوا البوطه وكتخليوه علاد مع كيطيب، لان الطواجن كاملين الا كانت يعني العافيه مجهده ولا هكا البوطه مجهده راهم كيتحرقوا. كنحاولوا نديروها قليله باش ما يتحرقناش الطاجين ديالنا. غادي نصب ان شاء الله الطاجين ديالي فوق البوطه وغادي نرجع باش نوجد ان شاء الله السفرجل ديالنا. هنا البنات من بعد ما غلى لي غلى الماء ديال اللي غنسلق فيه السفرجل كندير واحد الشويه ديال الملحه هكا باش السفرجل ديالنا، وكنرمي هذا العويد ديال القرفه باش كيجي منسم بالقرفه السفرجل ديالنا، وغادي نرمي هذا الحامض. الحامض البنات السفرجل ملي كيكون عاده هكا خضر، الحامض بحال اللي كيرد له ديك اللوين ديالو بحال اللي كيولي صفيفر، يعني كيرجع واحد اللون فيه زويون. غادي ندير ان شاء الله السفرجل ديالي. انا نقيت هاد الكميه قليله درت هاد السلق، وراكم عارفين تنطيحوا بعض المرات فشي وحدين كيكونوا مسوسين، احنا ما كنديروهمش. غادي نخلي ان شاء الله السفرجل ديالي هنايا كي يطيب، والطاجين ديالي ها هو كيتقلى هنايا. غادي نقلب هاد الدجاج ديالي دابا ان شاء الله باش يتقلى على كل جهه. وبالنسبه لهنا البنات هذا السفرجل اللي قلت لكم غادي نقول لكم هي الطريقه كيفاش كنخبعو. هذا راه عندي مطوب، ها هو عندي مطوب هذا السفرجل، ودايره هنا في هذا البلاستيك ديال الكونجيلاسيون. وتا هذا تقريبا بعض المرات كيدي لي تقريبا حتى العام. ها نتوما شوفوا قداش تبارك الله، هذا كنت خديته كبير. كندير له هاد نفس الطريقه ديال السليق بالحامض وقريفه، كنسمو بالقريفه وكنطفي عليه، وفاش كيبرد كنستفو فواحد الشبكه حتى تينشف مزيان، وكنديرو في هاد الخنيشات وكنخبعو. والوقت اللي كنحتاجو ان شاء الله من غير هاد الوقت هذا ديال السفرجل، فاش كنحتاجو سواء مع اللحم سواء مع الدجاج راني كنزولو وكيكون عندي واجد. ما كنلقى فيه لا تمره ديال ان كيتنقي وتولي تسلقي، وهذا كيكون عندي واجد. دابا ان شاء الله غادي نستعمل واحد الوحيدات من هادو لانني مزروبه باش نصوب الطاجين ديالي، والاخر اللي درت معاكم تسلق غادي ان شاء الله نخبع ندير له نفس الطريقه وغادي نخبعو. ها نتوما معايا البنات، ها هو الطويجن ديالي كيتقلى هنايا، ديك البصيله راه طلقات الماء. غادي نخليه ان شاء الله يتقلى، غادي نقص البوطه وغادي نطفي نقص البوطه ونخليها على دمعه ونخليه ان شاء الله حتى ياخذ وقته ديال الطياب. وبالنسبه للسفرجل ها هو السفرجل هذاك اللي قلت لكم كان عندي في الكونجيل، درته هنا حتى يتسهر شويه باش نعسلو. ها نتوما شوفوا اللون ديالو البنات،
هذا اللون ديالو من بعد ما كيكون خضر ملي كيتسلق بالحامض كيولي هكا كيتبدل اللون ديالو. ان شاء الله طلع لي فيه هي واحد الغليه وغادي نزولو باش نعسلو، وبقاو معايا ان شاء الله باش نشوفو باقي المراحل. بنات انا بغيت غير نوريكم الدور ديال داك الحامض علاش كنديروه. هانتوما شوفوا السفرجل كان عندنا اخضر، شوفوا فاش كنسلقوه بالحامض كي كيتبدل اللون ديالو، ما كيبقاش خضر كيولي بحال لي صفيفر. دابا ان شاء الله غادي ندوز ان شاء الله معاكم باش نوجد السفرجل ديالي. غادي ندير ان شاء الله الزبده وغادي نعاين عليها شويه الذوب. غادي نجي لهنا وغادي نستف هاد السفرجل ديالي هكا، غادي نستف السفرجل هكا، وغادي ندير القرفة ديالي. هنايا ان شاء الله غادي ندير غير واحد القطيره الماء باش ما يتحرقليش داك الزبده، باش تطلع لي ان شاء الله ديك الغليه. وهنايا ان شاء الله هي على ما ان شاء الله تغلى لي غادي نضيف معلقه ديال العسل. هانتوما معايا هنا البنات راني هزيت شي شويه ديال لاصوص من الطاجين ديالي، هزيت هي واحد شويه ودرته فوق هذا السفرجل ديالي. ودابا غادي نضيف واحد المعلقه ولا جوج معلقات ديال العسل، والعسل راه كيبقى نتوما على حساب كاين اللي كيبغي الحلاوه كاين اللي كيبغي يجي ناقص. وبغيتو ما ديروش العسل تقدروا ديروا معلقه ديال سنيده ولا السكر، بغيتو تكتفيو غير بديك الحلاوه اللي هيطلق الناس الزبيب بركه راه كافيه. هنايا ان شاء الله غادي نغطي على هذا السفرجل ديالي غير طلع لي عليه ان شاء الله طلع لي فيه ان شاء الله الغليه، وغادي ندوز باش نستفو على الدجاج ديالي. هانتوما معايا البنات انا من بعد ما تعسل لي السفرجل انا استفتو هنايا فوق الطاجين ديالي. هنا هذه تتبقى المرحله الاخيره، غادي نضيف ان شاء الله الزبيب. هذا الزبيب هذا كيعطينا واحد التعليكه لهاد الطاجين ان شاء الله. غادي نستفو غير في الشنيبات تقريبا عندنا واحد المعلقه كبيره ديال الزبيب، ومن طبيعه الحال راه كتبقى اختياريه الزبيب اللي ما بغاش يديرو، يعني تقدروا تعوضوه كاع الا درتو العسل ودرتو السكر صافي كتكتفيو. المهم حنايا هاد الزبيب هذا كنعطيوه باش كيزيد يعلق لينا هذا الطاجين. المهم ها نتوما الطاجين ديالنا غادي نخليه ان شاء الله، راني مقلله البوطه غادي نخليه ان شاء الله كيتقلى وكتطلع لي دابا ديك ديك الغليه ديال المرقه كتطلع لي في لاصوص كتطلع لي في السفرجل. ومن بعد ان شاء الله منين يوجد لنا ندوز معكم باش تشوفوه معايا ان شاء الله في اخر المرحله. البنات هنايا ان شاء الله ها هو السفرجل ديالي وجد. بغيت غير نشارك معكم هاد الطريقه هذه. السفرجل ها هو شوفوا كي كان خضر، وشوفوا بديك الحامض كي ولا. تنجيبوا هاد لي ساشي هادو ها هما ديال الكونجيلاسيون ديال الثلاجه، وغادي نستفهم هكا. غادي نستف السفرجل ديالي كامل هكا. انا بغيت غير نشارككم هاد الطريقه ان شاء الله، باش الا كنتو الا كان الوقت السفرجل تقدروا تشريو بزايد وتخبعوه. ها نتوما هادي غادي نسدها هكا ان شاء الله، وغادي نديرها في الكونجيلاتور ولا في الفريجيدير اللي عندكم الفريغو، وكتبقى مده طويله. ملي كتحتاجي كتزوليها وكتنصبي بها الطاجين ديالك سواء اللحم سواء الدجاج اللي كان. ومهم انا شاركت معكم هذا الفكره هذه اليوم ديال السفرجل كيفاش تخبعوه.
يلا بقاو معايا باش نرجعو ان شاء الله نشوفو الطاجين ديالنا من بعد ما وجد. البنات الطواجن ديالنا من بعد ما وجد ها هو راه مازال انا عاد حطيته يبرد. ها هو الطواجن ديالنا. نتمنى ان شاء الله نكون هذا النهار يعني يعجبكم هذا الفيديو ديالي. شاركته معكم طريقه ديال الدجاج بالسفرجل، والطريقه ديال اللي مهمه هي الطريقه ديال الحفاظ ديال فاكهه السفرجل، كيفاش تحافظوا عليها حيت هي عندها غير واحد الوقت، هي واحد الوقت واحد الفتره وكيدوز ان شاء الله الوقت ديالو. اللي بغى يحافظ على ان شاء الله يحافظوا عليه في المجمد وكيبقى غزال زوين ديك الساعه. المهم راني شاركت معكم الطريقه. نتمنى ان شاء الله اللي شاف هذا الفيديو ما تنساونيش دائما واحد التعليق وواحد لايك ان شاء الله، باش تشجعوني دائما نجيب لكم ان شاء الله الجديد، وانا معكم دائما بالجديد. وشكرا لكم وشكرا للدعم ديالكم وشكرا للتعاليق الزوينه ديالكم اللي كنلقاها وكتشجعني باش دائما نجيكم بالجديد. شكرا لكم والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.